استنى والله بيطلع شوية. مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشاب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر مباشرة معكم من الرباط. قصة جد مزلزلة ديال هاد السيدة اللي عندها ثلاثة الوليدات، جوج وليدات مرضين بعينيهم، فيهم طونسون في العينين، واللي كيتعماو نهار على نهار. جات عندكم مشاهدينا الكرام باش تعاود لكم القصة ديالها وتوجه نداءها للمحسنين. السلام عليكم، أنا نعيمة من مدينة سلا حي الرحمة. جيت اخويا باش نقول لكم والله جزاكم بخير. عندي شي جوليدات، عندي ثلاثه، عندي جوج مراضين ليا في الطونسيو في العين، وكنمشي ندوز معها بنتي 15 يوم ونتبع ليها، هي الوليده اللي كنتبع ليهم في السويسي. كنمشي للسويسي، كانت في الاول الطبيبه ديالتهم كمتابعه معنا، دارت لي العمليات الاولين ما نجحوش، عاودت لي العمليه الثالثه نجحت ليها، الاخرى قالت لي ندير لك العمليه صافي ما بقاش بانت، تتمشي للمكتب ديالها داكشي ما بقاش. كنمشي عند الاخرين بحال هكا كيقول لي ما كاينش بلاتي بلاتي، سيري جي سيري جي، كنمشي ونجي نمشي ونجي. مني تلاقيت مع الطبيبه ديالتي قلت لها بنتي شنو قال البنيه، علاش ما درتيش العمليه؟ قالت لي راه داز الحال، انا عمرش الرانديفو ما خليته، ديما كنمشي في الرانديفو ديال الوقت ديالي ما كنخليهمش، الوراق كلشي عندي. هي هذيك بقات العوينه هكا، قالت لي الدواء غتبقي ديريه للبنيته الا ديك العوينه اللي عملت ليها، لا خرجت لها على برا، هي العوينه خرجت على برا. قالت لي لا جاب الله ما حبستي الدواء، العوينه غترطق لك على برا. بقيت كندير هكاك في الدواء هكاك، كنمشي كنلقى طبيب اخر كيعطيني موعد، قولي سيري بنجي الدراري ما كيبغوش يشوفوا لي داك الشعر ديال الضو، سيري بنجي الدراري وجيب لنا الورقه. كنمشي نبنج، هذاك الطبيب اللي عطاني الورقه ما كنلقاش، كنجيب الورقه كنلقى وحدين اخرين، كنعطي هذاك الورقه ديال البنج كيشوفوها كيعطوني موعد اخر. مني كنمشي الموعد رجع ما كنلقاش هذاك الطبيب، كنلقى عاود ثاني طبيب اخرى، كنمشي لهذاك الطبيب كتعطيني موعد قولي سيري بنجي الدراري، عاود كنرجع كنلقى طبيب اخرى ثاني. يعني كل خطره كنلقى طبيب في الشكل شي 20 طبيب وزياده، وانا كنتبع يلا كنبدا نبيلف مع هذا، كيجي طبيب اخر عاوتاني يبدا ليا من جديد عاوتاني. كاين الوليد كاين البنيه نفس المشكل بحال هكاك. دابا البنيه واحد قال لي ما توقفش لي من الدواء، ما الطونسيو ما يوقفش لي من الدواء نهائيا، ومشيت عاوتاني لقيت واحده اخرى قالت لك وقفي الدواء، وهذيك العوينه قالت لي ما توقفش لا الدواء وقفي الاخرى. من رجعت لقيت طبيب اخر عاوتاني قال لي هذيك العوينه اللي بترتق ليها ما توقفش لا الدواء بقاي ديري الدواء. عاود رجعت لقيت طبيب اخر عاوتاني قالت لي توقفي الدواء على هذيك العوينه الاخرى. دابا بنتي واقفه لها الدواء 3 شهور 4 شهور، كلش 4 شهور، والوليد دابا باقي متبع ليه الدواء ديالو، والدواء دي قاصح 10000 ريال الوليد كندير ليه الدواء الشهر تقريبا، الشهر بحال هكا 10000 ريال ديال الدواء ديال الوليد. وانا بحالي على قد الحال، كاريه ما عنديش السكنه، الراجل تاهو على قد الحال، البنيه تاهي من بين البنيه والوليد بحال هكا تقريبا كتجي 20000 ريال الشهر بيناتهم. دابا انا كنطالب اي واحد كيسمعني الله يجازيكم بخير اللي يشوف ليا شي طبيب ولا شي واحد اللي غيتبع معايا طبيب واحد، ماشي انا يلا نبدا مع هذا وردني الاخر نبنج الدراري وشوف ليا الاخر البنج، عاود ثاني يقول لي سيري رجعي عند الاخر، لقى عاود ثاني الاخر، يعني ما لقاش شي واحد غيشد معايا. كيجرجروني من جهه لجهه لجهه، يعني والدراري كيضيعوا. الوليد كان عوينات شويه زوينين في الاول، ملي درت العمليه الاولين، اصلا هما داروا لي عمليه وحده والعمليه الاخرى خلاوها ليا، ما كايناش طبيبه قالت لك حتى واحد ما غيديرها ما عدا هي، هي الطبيبه ما جاتش. بقيت هكاك العوينه كتمشي، واحد السيد الله يجازيه بخير دار لي عمليه على برا، وقال لي صافي منك اليوم. بقيت كنمشي هكاك نمشي هكاك نمشي هكاك، باقي نفس المشكل، الوليدات العوينات بدا يتبالوا كلهم، وانا باقي البنيه قاعده واحد شويه تعشف كتشوف شويه بعوينه وحده، ولكن خاص المتابعه، خاص شي طبيب اللي غيتابع معايا هاد الدراري الله يجازيكم بخير اللي سمعني، ولا اي واحد تعاون معايا على هاد الدراري، شوف لي شي طبيب شي حاجه بالنسبه لا من الدواء لا من الطبيب لا من انا مرض نفسيا، انا مرض نفسيا، انا عندي اكتئاب حاد، عندي اعصاب اكتئاب حاد، دوك عندي السكر بسبب هذاك الشيء تاع الدراري ديال السبيطار ديال كلشي، الوراق كلشي عندي الوراق كلشي. بلاش اخواتي نوري من الوراق، نوري من الوراق ديالهم ديال ولادي، الملف ديال ولدي وديالي انا وديال البنيته كاملين بحال هكاك. وتيجرجروا كل مره يقول لك جي طبيب يجي الاخر. كان جي طبيب اخر ما كيلقاش نفس الطبيب، ما كيلقوني ولكن ما كيلقاش نفس الطبيب، كاينه الطبيبه يلاه باديه، كاينه اللي باديه يلاه بدات، كاينه اللي كاينه يلاه بدات كتعطيني. بحال تيجربوا في ولدك بحال كيجربوا في الاطباء، كيجربوا فيا، كان بدا مع هذا من الاول كيجي الاخر ثاني جديد كيسيري بنجي البنت. دابا البنج صعيب على الدراري، انا كنمشي نبنج البنت كنجي لهالدرجه كنلقى واحد اخر عاود ثاني كيقول لك سير ثاني ترجعي، نمشي عاود ثاني نرجع كنلقى واحد اخر كيسير ثاني جيب لي ورقه البنج، كنجي ثاني كنبقى بحال هكا غادي دابا 6 سنين. ولكن خاصها طبيب واحد اللي يتبع. انا كنعرف بحال الحاله ديال العينين صعيبه بزاف، العوينه هذه خاص طبيب واحد كاع اللي كثروا جوج ثلاثه. يعني تيعطوك اقتراحات بزاف. اقتراحات بزاف، دابا خاصني طبيب ولا واحد ولا جوج، ماشي خاصني 20 طبيب كل واحد يبدا معايا من الاول من الزيرو، غنبدا من الزيرو 6 سنين، البنيه دابا طالعه في 6. البنيه طالعه في 6 سنين وانا كنمشي ونجي نفس الحاله، وهما كيعماو قدامي نهار على نهار، وانا كنشوف. مشيتي عند المده ديال السبيطار مشيتي. راه كانت ديك الطبيبه ديالتهم الكبيره ديالتهم هي اللي كانت في الاول كانت ماشيه معايا مزيان،
ولكن مؤخرا ملي مابقاش يبان تبقاو دوك اخرين صافي كنبقى غاديه جايه غاديه جايه بحال هكاك. كنبدا كنقول ودي شوف ليا طبيب واحد يمشي معايا، راه ماشي دارني انا ايدي ولا معدتي ولا كل نهار شوف طبيب في الشكل. دابا راه دعوينات خاصك تبداي معايا من الاول حتى الاخر، كاع الا كنت انت مشيتي ولا شي حاجه يجي كل ساعه كلقى واحد يلاه بادي واحد يلاه داخل واحد حالتهم كبيره مأطرين كعارف ما ينطاسيو ينطاسيو كيكونوا مع الصبين كيكونوا متوترين. انا راه مرت نفسيا ما بقاش قديت والله الا كان بعد خطره كنقول صافي نتوقف ما بقاش نمشي كاع مره، وكيبقاو فيا الدراري كنشوفهم في دعيمه وكيبقاو فيا وما عنديش حتى المجهود باش نمشي ونجي باش المركوب راه صعيب عليا، ما عنديش حتى باش نبقى غاديه. الراجل مسكين توا على قد الحاره راجلي انا والله الا كيبقى فيا راجلي انا مع واحد السيد في الحانوت انها معاون شي واحد في الحانوت مع شي واحد في الحانوت انا والله الا كيبقى فيا راجلي كثر طالب معاش وصافي راه صعيب. حنا راه عارف الكره ضروري خاصك تخلصي الكره، انا ما خلصتش الكره خلصت الكره كنخلص 26 في الكره لا حول ولا قوه والموضوع كنخلص 5000 حتى 6000 ساكنين شي وحدين فوق منا مولات سلام. حنا لا حنا من النواحي العربيه النواحي صويره نواحي صويره وجيتو ساكنين هنايا شي 11 عام غير راجلي كاين شي 12 عام ولا اكثر وكاين هنايا. كديري مع ذوك الوليدات الحمد لله وضروري خويا راك عارف الغلا وعارف الدواء وعارف الكرا وعارف هذاك الشيء راه صعيب علينا داك الشيء، ولكن الحمد لله راه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اليوم واحد الحاجه كنطالب خويا باي حل، علاش خرجتي تبكي خويا؟ كنطالب شي واحد كما كان الله يجازيه بخير يشوف لي شي حل للوليدات بالنسبه للدواء بالنسبه للاطباء، شي طبيب اللي غيتابع معايا هذا الشيء اللي غيمشي معايا، يعني ماشي انا مرض عام ولا خمس ولا عامين ولا شنو، راه هذا مدى الحياه يعني مستمر هذا المرض على الدراري مدمن مدى الحياة. الدواء ما كيتقطعش عليهم، المتابعة ما كتقطعش عليهم. دابا انا عندي رانديفو نهار اثنين. دابا كيشوفوا شوية ولا لا؟ شوفوا شي شوية شي شوية، ولكن الوليد عينيه باش تمضي كيبدا له ليه بزاف، بدا بحال هكاك الزرقية بدات تسيح ليه في العين ديالو. لا هو البنية البنية قد العوين مستعجلة راه خاصهم يطيروا به خويا ما كاينش. كل خطرة كنبقى كنمشي مع 8 ديال الصباح ولا 9 كنبقى جالسة تمايا حتى 4 ديال العشية. اه عاد نمشي بس مشكل. كنلقى الطبيب اخر ثاني فخر كيبدا معايا ثاني من الاول، كيقول لي شنو قال لك هاد الطبيب؟ كنقول لي قالوا لي ديري هاد الدواء ديري هاد الدواء، كيقول لي صافي بقي على هاد الدواء. كاين اللي كيقول لي حيدي هاد الدواء حولي، كاين اللي كيقول لي بدلي الدواء، كيقول لي زيدي الدواء. ما يمكنش. دابا ما عرفتش انا شنو غنتبع، الى الطبيب اللي غنتبع. دابا ولدي داير لي نهار اثنين غنرجع، والبنيه في شهر ثلاثه ثاني غنرجع لها. غترجعي للصبيط. غنرجع ثاني نفس المشكل ثاني، غنلقى طبيب اخر ثاني، ها هما الوراق عندي كلها طبيب في السميه. وي. قليل اللي كنلقى ذاك الطبيب كنرجع كنلقى قليل، قليل اللي كنلقاه. ما كاينش اخويا ما. ما مدخلتيش عند المدير السبيطار؟ خويا المدير هي هذيك البطرو الكبيره ديالتهم. ما باش نذكر السميه ديالتها. هي هي كتبع معايا في الاول، دابا ما بقاش كتبان، كنمشي للمكتب ندق نقول زعما شوفوا لي شي حد غيشوف لي، كتصيفط لنا كتجي هي. هي في الاول كانت غادي معنا مزيان. وكانت مره مزيانه الله يعمرها، ولكن ما بقاش كتخدم هي صافي لو اطباء اخرين. رجعي عندها هضري مع بي. انت العوينه ديال بنتي شتيها كيبقى ضربها الطانسيو بمره. هذه عند بنتك. هذه ضربها الطانسيو بمره. ضرب لها العوينه والاخرى بقات شي شويه. هاد الديره كانت شويه كانت دايرين معايا غيديروا لي العمليه وعطلوا عليا العمليه على العوينه. تعطلت لي العمليه من رجعت قالوا لي داز الحال على العمليه. ها هي خويا. واخا وجهي رسالتك وجهي رسالتك. كنتمنى خويا من اي واحد سمعني وشافني الله يجازيه بخير يتعاون معايا على هاد الدراري الله يجازيكم بخير. ما انا ما كرهتش نتبع عليهم خويا، الظروف ما قدرتش الظروف ما قدرتش الظروف. حنا راه على الكره كنخلصوه راه بواحد الصعوبه باش كنخلصوه، وبعد خطره كنوقف لي متى الدواء. حق هذا الشيء ضروري خاصني نخلص لك، راه هو المهم خاصك تخلصي. الا ما خلصتيش وخاصني نكون قريبه من السبيطار حدا ولادي، خاصني نكون قريبه انا في سلا وكنمشي للرباط السويسي، خاصني ضروري نبقى قريبه من الدراري من السويسي. حقاش الا عاوتاني بعد وما عنديش اصلا فين غنبعد، ما كاينش فين غنبعد. والله يجازيكم بخير اخويا الله يعرف شي حاجه اللي زعما اي واحد. واش هذا الكرام الرقم ديال هذا